صلى الله عليه وسلم: ربي اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة. أخرجه أحمد والبخاري في أدب المفرد وأبو داود وفي الترمذي وابن ماجه وابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وإسراقي وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وخطئي وعمدي. وقال الآخر: سمعته يقول: اللهم استهديك بأرش أمري وأعوذ بك من شر نفسي. أخرجه